انتم تسمعوا في 90 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، شكرا على المتابعة. ضيفتنا اليوم في 90 دقيقة نسرين العميري، النائبة في البرلمان المتواصل تعليق جميع اختصاصاته حسب الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021. أهوا نسرين، مرحبا. مرحبا. ندور به الرائد الرسمي أنا وليد. شكرا على الدعوة، ونأذي كيد ذيك تاو الناس الكل وليت تدور به. دايرين حتى الدستور خليته في الدار وجايبه معايا الكوبية ذيك. جسما الدستور اليوم هل ما عادش نستحقوه اليوم؟ فما هذا الأمر الرئاسي وإلا لا؟ كما يقول البعض الدستور ما زال متواصلا، ونحن في الفترة الانتقالية بين دستور 2014 ودستور آخر، قد يكون 2014 معدل، قد يكون دستور متغير، ما نعرفش أنا كيفاش تراها الأمور. هو الأكيد أنه الإجراءات الاستثنائية، وكما يفتيوا البعض يقولوا أنه الإجراءات الاستثنائية هي التي تبيح هالتعليق متاع ثمانية أبواب تقريبا من الدستور، ولكن اليوم نعتبر أنه حل بعض المؤسسات والهيئات كذلك، كل هذا يندرج في إطار تعليق الدستور 2014 والمرور إلى دستور ثاني. داير يعني اللي تحكي عليه أنت 117 اللي صدر نهار 22 أمر رئيسي. الأمر الرئيسي هو يعني طريقة لتنظيم السلطة مؤقتا إلى أن يأتي ما يخالف ذلك إلى إشعار آخر كما قال السيد رئيس الجمهورية، حتى نفهموا نحن وين ماشيين بالضبط. هل أنه اللجنة هذه أنهي اللي باش تتعامل الدستور الجديد، وكيفاش باش نكونوا في ظل هذا؟ ولكن أنا قلت وصفته الدستور خذيناه كما بالت الفريب، خذينا منه الحاجات اللي تنفعنا، الحاجات الباهية المزيانة، والباقي طيشناه. شكون نحن اللي خذينا؟ على شكون تقصد؟ رئيس الجمهورية عمليه بالضبط هك، هذا هو التوصيف اللي نجم نقوله اليوم. اليوم انت تجي تختار بعض الفصول وتقول انا ما زلت صلب الدستور، وبعد تجي تقول لي الدستور هذا خايب وبيه وعليه، وفيه بعض الحاجات الاخرى اللي مانيش مليخوها، اللي هي تتعارض مع مواقفي ومع مشروعي ومع توجهي اللي ماشي فيه انا اليوم. دونك هنا احنا اش قلنا؟ قلنا سيد رئيس الجمهورية احنا معاك، وجهني له نداء كنواب، تفضل امضائتنا، على اساس امضائتنا حل البرلمان في اطار دستوري بحت، لانه نعرفوا اذا كان اليوم باش يتم تعليق الدستور كما احنا فيه اليوم، فما هنات اخرى وفما يعني مظاهر اخرى اللي باش تنفع باش تضر البلاد داخليا وخارجيا، وقتها نولي نحكيوا على مسين الشرعية متاع رئيس الجمهورية اللي هو طلع بالدستور هذيك بيدو اللي طلعت به أنا و216 نائب آخر. دونك اليوم هذا الكل قلنا له سيد الرئيس إجا حطوا على الطاولة وقول إن اليوم ماشي في مسار إصلاحي، يجب على إثره تعليق الدستور اللي نعتبره كله ثغرات، ونمشي لمسار بإصلاحات جديدة وتشريك البعض معناها من مكونات المجتمع السياسي في تونس. رئيس الجمهورية متمسك بالدستور وبالعمل بالدستور، هو يرى أنه هذايا داخل التدابير الاستثنائية متاع الفصل 80، وهذا ما يفند نوعا ما النظرية اللي قلتها نسرين العميري أنه فقد شرعيته بتعليق الدستور، وما قالش علاقة الدستور، باش نكونوا واضحين. ما قلتش فقد شرعيته، قلت مس من شرع، لا ما هو فما لي أكثر، فما لي أكثر يقول الرئيس فقد شرعيته. قلنا له باش ما تمسش من شرعيتك، تفضل سيد رئيس هاو الإمضاءات نتاعنا على ذمتك. أنت تعتبر أنه الدستور اليوم معلق؟ تعتبر أنه رئيس الجمهورية الأمر الرئاسي هذايا أخرجه من خان الدستور 2014؟ هو تم تعليق الدستور اليوم خاطر احنا اليوم استغلينا الفصل 80 بالقراءات، واختلفت القراءات وشفنا فوضى لغوية، فوضى يعني في القراءات على بعض، وكل واحد يجبد روحه. ومن بعد هذا الكل وظفنا الفصل 80 باش نتعديو الاجراءات الاستثنائيه، باش نتعديو لتعليق هيئات دستوريه، باش نتعديو كذلك تعليق ابواب من الدستور، ثم نتعديو لتحقيق مشروع سيد رئيس الجمهوريه، الا وهو اليوم نعيشه في نظام رئاسي وهو مش نظام شبه برلماني. هنا جايين مشروع رئيس الجمهوريه اللي وقت اللي بلوتو اكثر حاجه جلبت الانتباه ليه المشروع وناس ذكرته وخرجت حتى حوارات قديمه مع رئيس الجمهوريه، هو موضوع تغيير النظام الانتخابي، تغيير نظام الحكم الرئاسي البرلماني الى غير ذلك. لكن هيت نرجعوا لموضوع اراده الشعب.
هو الأمر الرئيسي عدد 117 كان تراعى الأول بالكل، يتحدث على إرادة الشعب، يقول أنه نص الدستور على أن الشعب هو صاحب السيادة كما ورد ذلك في توطيئته، وحيث إذا تعذر على الشعب أن يمارس إرادته فإنه يجب تغيير الأحكام السارية، معناها دون لو سانس اللي اليوم راهي الأحكام اللي تغيرت من الدستور استجابة لإرادة الشعب اللي ما عادش متمثلة في الفصول متاع الدستور، مع العلم أن الرئيس أبقى على باب الحقوق والحريات اللي هي أكثر حاجة يمكن أنها تخلق خوف أو توجس. الديكتاتورية هي انتفاء لممارسة الحقوق والحريات أساسا. نسين العماري، هو ديكتاتورية ما نحكيوش عليها كان في الحقوق والحريات زادة كذلك، نحكيو عليها في التفرد بالسلطات الثالثة، وهنا نحكيو على الدستور يحكي على مبدأ الفصل بين السلطات الثالثة اللي هو اليوم سيبا لوكا. اليوم سيد رئيس الجمهورية عنده السلطات الثالثة، ولكن أنا نحب نرجع هنا السيادة للشعب، نعم، والسيادة يمارسها عبر انتخاب ممثليه أو عبر الاستفتاء. الشعب انتخب في 2019 وانتخب ممثليه داخل البرلمان باللي تحب عليه، والبرلمان أنا نعتبره مجتمع مصغر، والبرلمان هذاك هو شنو؟ هو برلمان تمثيلي مش تمثيلي انتر جيمي بمعنى المسرحية، يعني كما شفناه السيرك اللي شفناه هذاك اللي أنا جد ضده ومواقف معروفة ومنشورة. ولكن اليوم إذا كان أنت باش تجي تقول أنه ننفيه هالمدة هذية اللي عبر عليها الشعب في انتخابات نزيهة وشفافة وكما شهد فيها العالم الكل والداخل والخارج، وجي تقول اليوم في وسط ثنية باش نبدل قواعد اللعبة، لأنه اليوم هالبرلمان هذا ماهوش ماشي في التوجهات اللي أنا نحب عليها، اللي ما هو مش متناغم مع رئيس الجمهورية، وخاصة نحكي على رئيس البرلمان اللي هي حبت تفتك صلاحيات من رئيس الجمهورية وواجهناها في هذا خاصة في السياسة الخارجية. هذا الكل يجي سيد رئيس الجمهورية قلنا أوكي اليوم راهو سي الشعب يريد أن يغير هذه المنظومة اللي هي راهو ينتمي لها. أنا تشخيص المنظومة أنه سيد رئيس الجمهورية ينتمي للمنظومة هذه بما أنه تم انتخابه في 2019، هو جاب لنا الياس الفخفاخ اللول، هو جاب لنا هشام المشيشي، هو أعفى بعض الوزراء، هو عين بعض الوزراء، هو ينتمي للمنظومة اللي حارب فيها اليوم، وهو منهم وزير البيئة اللي كان في حكومة هشام المشيشي اليوم محطوط في الحبس. نسرين العميري، نرجع معك بعد شوية، لكن نعطي الكلمة لسلمى هلال زميلتنا من قسم الأخبار، بلاغ صادر على رئاسة الجمهورية. إفهم خبر عاجل. مرحبا. رئيس الجمهورية قيس سعيد وبعد الاطلاع على رأي وزارة الصحة وقاعت العمليات لإدارة جائحة كورونا يقرر إلغاء منع جولان الأشخاص والعربات في كامل تراب الجمهورية بداية من غدوة نص الليل، مع ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات هذه، السماح للأشخاص اللي استكملوا عملية التلقيح ضد كورونا بالحضور وإلا المشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات العامة والخاصة في الفضاءات المفتوحة والمغلقة. المعنيين يلزمهم يظهروا بما يفيد تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح، تحديد طاقة الاستيعاب ب 50% بالنسبة للفضاءات المغلقة والمفتوحة، مع ضرورة الالتزام بتطبيق التباعد متر على الأقل، تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المصادقة عليها، إجبارية ارتداء الكمامة في الفضاءات العامة وسائل النقل بالنسبة للأشخاص اللي جاوزوا عمر 6 سنين، إجبارية التلقيح للوافدين على تونس للمشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات، تكثيف السلطات الصحية المدنية والعسكرية لحملات التقصي التلقيح والتسريع فيها، مع تشديد المراقبة والمتابعة من السلطات المعنية المركزية والجهوية في مختلف القطاعات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية. إذن خلود، نذكر في بلاغ صادر بكري شوية على رئاسة الجمهورية، رئيس الجمهورية يقرر إلغاء منع جولان الأشخاص والعربات في كامل تراب الجمهورية بداية من غدوة نص الليل. مع خلود، مرحبا بكم الناس الكل، رجعنا لكم توت سويت كما قبيلة شوية في خبر عاجل. نقول لكم أنه رئاسة الجمهورية
قررت انها تنحي الكوفر فو. فوالا هذا هو كان لخص لكم البليغ الكل. نسرين العماري نرجع معك، نحب نحكيه معك على مجلس نواب الشعب اللي يتواصل تعليق جميع اختصاصاته، واليوم شفنا مجموعة من النائبات يحكيوا على مصير النواب بتجميد المنح ووضع حد لكافة الامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه. فما نائبات في البرلمان يقولوا به شنو وضعيتنا اليوم احنا يا اخي البرلمان ساعة فصل لي بالله، البرلمان موجود مش موجود؟ هو منعرفوا انه لم يقع حل البرلمان، لكن هذه الوضعية متاع تعليق الاختصاصات شنو التبعات متاعها؟ ماذا يترتب عنها في علاقة بوضعيتكم كنواب؟ شوف هو بالنسبة للبرلمان التو ما زال ما تحلش، وهذا بدليل ودستوري وحتى قراءات دستورية معروفة، وحتى سيد رئيس الجمهورية قال أن البرلمان لم يحل لأنه ما عندوش الأداة الدستورية باش يحل البرلمان. ولكن تم انحلال البرلمان تدريجيا، بالمرة الأولى جمدنا صلاحيات وبعد كذلك توا جينا للمنحة والامتيازات. بربي خليني نوضح، خاطر شفت برشا تشفي وبرشا عبيد تقول يا خلي موتوا بالجوع خلي موتوا بالشر، الكر هذا منين جبناه؟ بالحق منين جبناه؟ لأنه ها سياسة الفرز اللي قاعدة صايرة اليوم، النواب راهو مش الكلهم فاسدين، النواب مش الكلهم لبس عليهم ومش الكلهم رجال أعمال ومش الكلهم، وحتى كان يكونوا رجال أعمال جابهم الصندوق الغادي. أما اليوم باش تحاسبهم تحاسبهم بالقضاء. أما سياسة التشافي اللي نشوفوا فيها راهو فما برشا نواب ويعرفوهم في جهاتهم، مانيش نحكي على الصعيد الوطني، يعرفوهم في جهاتهم اللي خليوا خدمهم خليوا ديارهم خليوا شهرياتهم اللي ياخذوا فيها، خاطر اشترهم موظفين أكثر أغلبيتهم موظفين، وسيبوا حتى التعاقد نتاعهم في القطاع الخاص اللي مش منتدب، ونعرفوا 27% شباب اللي هما مش منتدبين وسايبوا خدمتهم في القطاع الخاص ومشيوا تفرغوا لمجلس النواب. الشهريه نتاع النائب 2400 دينار، هذه هي الشهريه. وشنو الامتيازات الاخرى؟ الامتيازات تمتع بها رئيس مجلس النواب ونائبه اللي هي السياره واللي هي منحه زايده علينا نحن تقريبا 300,000 ولا 400,000، واللي هو بنزين والباقي ما نعرفش عاد اذا كان فما حاجات نحن ما نعرفوهاش. هذه هي شنو المنح. فما منحه نتاع النواب اللي في الخارج عندهم منحه زايده اللي هي 400 دينار لانه يمشي ويجي. دونك هذه هي الكل اللي نحكيو على الامتيازات وفقرناهم وجوعناهم ومدري شنو. تبقى لنا اليوم سيد رئيس الجمهوريه وانت ديما تستشهد وتقول امام الله والتاريخ والشعب، امام الله خاصة اليوم مش حقك انك تجوع عباد، حل البرلمان خلي الناس تمشي ترجع تخدم خدمتها وتخلص شهرياتها من الدولة كيما اي مواطن عادي وترجع توكل صغارها. ولكن اليوم سياسة التجويع هذية راهي باش تيتم برشا عباد وبرشا صغار باش يمشيو في الساقين، ذنبهم مش خاطر والديهم اليوم حبوا يخدموا البلاد عن طريق مجلس نواب الشعب او اختاروا والعباد نخبت لهم في يوم من الايام في 2019. دونك هذيا امان خلينا نوضحوها. ما هو الحل نسرين العميري اليوم؟ الوضعيه هو برلمان معلق اختصاصات. سيد رئيس الجمهوريه اليوم اذا كان باش يلزم النواب انهم يستقيلوا باش تولي عنده شرعيه انه يحل البرلمان، راهو اليوم ما عناش كيفاش نقدموا استقالاتنا راهو البرلمان، لانه انت اليوم باش ترجع لخدمتك الاصليه لازمك شهاده انك اليوم تم يعني استقالتك من مجلس النواب وشهاده مباشره في العمل نتاعك العادي. دونك اليوم سيد الرئيس ما تخليش العباد معلقه، ما تخليش على الاقل نحكي على 70 80% من النواب اللي هما اليوم شهرياتهم من القطاع العام ومن القطاع الخاص اليوم ممنوع عليهم انه خاطر باش يوليو تحت القانون اذا كان باش يمشي ويخدم وخدم ويوليو في الدوبل فونكسيون اللي هي يجرمها القانون. ولكن النواب اللي حكيت لنا عليهم اللي تقضاو 150 مليون والعباد اللي حكيت لنا عليهم اللي خذاو تحت الطاوله واللي خلصوا على عده يعني فصول واللي باعوا وشراوا، هذوكم سيد الرئيس اليوم وقت المحاسبه برا حاسبهم. اليوم مش ذنبي انا اني بقيت نظيفه وحافظت على الرصيد الانتخابي نتاعي باني ما نطيحش تحت طائله البيع والشراء، اني اليوم نخلص الفاتوره نتاع العباد الفساد اللي انت تعرفهم واللي انت قلت انه يتامروا عليك في الغرف المغلقه. انت تعرفهم نسرين العماري؟ انا شو النواب هذوما؟ ما عنديش المعلومات اللي عند سيد رئيس الجمهوريه، ولكن انا نعرف مثلا انه نهار اللي دعينا لسحب الثقه من رئيس مجلس نواب الشعب كانت هناك سياسه الترهيب والترغيب،
وهذا اللي ما تحناش فيه، انه تم تهديدنا النواب نحن اللي قدمنا لائحة سحب الثقه واللي خدمنا عليها في جويليه 2020. تم كذلك عرض بعض المبالغ لبعض الزملاء باش يهربوهم على التصحاح في لائحة سحب الثقه، ما نعرفش قديش، ما نعرفش، ولكن نسمعوا في كواليس المجلس في هذا الكل. وداير فما نائب هكا راشد الخياري اللي انا ما نعتبروش نائب مالوريزمون، اللي خرج وقرر اقترحوا عليا 150 مليون. دونك اليوم اذا كان تحكي على هذوما ما تحطش حمص وزبيب، سامحني. اليوم انا ماهوش ذنبي نتحمل مسؤوليه نتاع ناس اللي اليوم جايه باش تتمعش من مجلس نواب الشعب. ولا باش تتلم عليكم حاجه نسرين العميري، انكم ما نددتوش في الوقت المناسب. تعرفها جمله شهيره، اش بيكم تكلمتوا كلكم توا كرئيس الجمهوريه جمد البرلمان وطلعتوا موافقين اللي هو خطر داهم وجاثم، لماذا لم تتحركوا؟ مثلا انت قلت احنا قدمنا امضاءاتنا للاستقاله وقلنا رئيس الجمهوريه هاو استقالتنا حل المجلس. تعرف بالقد انه رئاسه البرلمان هي من المشاكل الكبرى اللي اليوم رئيس الجمهوريه على اساسها يعتبر هذا البرلمان جاثم، دونك علاش توا هذا الكل؟ لا مش هذا، علاش توا هذا؟ الحقيقه نحن كنا اقل ليه. ولكن انتم تتفكروا العامين اللي تعديوا، العباد اللي مسموع صوتهم كان العباد اللي تعمل البوز، اللي يضرب على الطاوله واللي تيحيدوخ واللي يقول سايبني ما تضربنيش واللي كذا، هذوك هما مالوريزمون اللي تتسلط عليهم الاضواء. ولكن صوت العقل اللي قاعد يحكي في داخل مجلس النواب واللي قاعد يصرح ويقول انا كنت النايبه الوحيده اللي ناديت نهار اللي شو اسمه الهاروني خرج وقال على التعويضات، انا النايبه الوحيده ضربت على الطاوله وقلت على جثثنا، والمداخله نتاعي ما زلت موجوده في الصفحه نتاعي. دونك العباد تقولنا وين كنتوا قبل 25؟ كنا موجودين، قدمنا اللائحه الاولى نتاع سحب الثقه واللائحه الثانيه نتاع سحب الثقه. من اسقطها اللائحه؟ من اسقطها فعلا؟ سحب الثقه عاد هذيك خوار وفضيحه. من كبرى اسقطها؟ وسيد البرلمان اللي اسقطها هو الثلاثي البرلماني اللي هو ائتلاف الكرامه، حركه النهضه وقلب تونس، يتحملوا المسؤوليه الكامله في اسقاط اللائحه هذيك، لانه تعرفوا انه ب 109 كانت تتمر اللائحه، نحن جبنا 94 صوت فقط، وكانت بعض الخيانات من مالوريزمون من العائله الديمقراطيه الوسطيه كالجمله الطويله هذيك الكل، هذا الكل سيشهد التاريخ وهذا الكل باش يحاسبوا التاريخ. ولكن انا اليوم نقول انه ما لازمش نحملوا وزيره وزراء اختها اليوم. اليوم نحن في حدث تاريخي، اللحظه اتت اللي نستناو فيها عنا عامين، اللحظه هذه اليوم سيد الرئيس ثمناها وقلنا له انك التقط اللحظه اللي نادى بها الشعب التونسي، نحن معاك في التوجه هذا. ولكن اليوم بعد 22 سبتمبر فما حاجه اخرى جات للبلاد، اللي انت اليوم تمسك بالسلطات الثلاث، اليوم هذا غير مقبول، ما نجموش نسكتوا عليه، لانه كنا نحاربوا في حركه النهضه وائتلاف الكرامه وقلب تونس داخل المجلس، لانهم كانوا يعفسوا على الدستور ويعفسوا على النظام الداخلي ويطوعوه حسب الاهواء نتاعهم وحسب مزاجهم هما. اليوم مش نرتاحوا من حركة النهضة وحلفائها وباراشوكيتها باش نجيو انه اليوم تبدلوا الدستور في مشروع سياسي اخر. سيد رئيس الجمهورية اليوم ملي دخلت المجلس النواب ملي دخلت بلوتو لرئيس الجمهورية راك رئيس التونسيين الجميع، عن اليوم ما عندكش الحق تحكي بفئة معينة اللي نخبت لك في الانتخابات ولا بفئة معينة اللي شاركت في حملة الشعب ويتحدث على الشعب. الشعب الشعب نعم الشعب، الناس كل اليوم تحكي باسم الشعب، راهو الناس الكل حتى سيف الدين مخلوف يحكي لك باسم الشعب. ولكن اليوم من يتبنى بالحق مواقف الشعب سيثبته التاريخ هذا وسيثبته يعني الممارسات القادمه. هل انها معركه صلاحيات ام انها معركه شعب ويعني تجويع شعب برمته ثلاث عشر سنوات؟ معركة صلاحيات، يعني أنه اليوم فما رغبة ضمنية من عند رئيس الجمهورية وهذا يقال أنه يمشي إلى نظام حكم واضح رئاسي اللي هو وهذا مشروع نظام انتخابي جديد اللي هو يهز إلى الرؤية الانتخابية لرئيس الجمهورية. أنت نسرين العميري ترى أنه المشروع تو شد ثنيته بتاع قيس سعيد المترشح واليوم أصبح رئيس وسيغير كل شيء حسب نظرته؟ احنا اليوم صحيح نحن عنا عقد اجتماعي بيناتنا ولا ليه؟ معناه ما كانش ندخلوا في الفوضى، علاش فما قوانين هي في البلاد؟ ما كانش نوليو قانون الغاب، اللي عنده اكثر يحكم، اللي يصبح الصباح اللي هو القوي يحكم. انا اليوم مش مشكلتي مع قيس سعيد،
مشكلتي مش مع الشخص، مشكلتي مع الممارسة. هل اليوم أنه أنت أنا ضمنتك أنت إنسان نظيف جيت للحكم عندك شرعية ومشروعية أوكي أنا معاك، ولكن غدوة شكون يضمن لي أنه الرئيس اللي باش ينتخب جديد عنده نفس المواصفات متاعك أنت اللي تضمن لي هالانتقال السلس هذا بين المرحلتين؟ هذه هي نقطة الاستفهام متاعي. كذلك النقطة الثانية، انت شكون يحاسبك سيد رئيس الجمهوريه اليوم وانت ناحيه المؤسسه الرقابيه وناحيه كل هيئات الرقابيه؟ انت اليوم شكون باش يحاسبك؟ حتى الهيئه اللي يحكي عليها اللي هي باش تحط القانون الانتخابي الجديد هي هيئه سيختارها رئيس الجمهوريه وتكون هيئه استشاريه، معناها ذات طبع استشاري. دونك اليوم هل نحن في حكم الفرد الواحد؟ مع اني وهذا مسجل وقلت في مناظرة في قناة 9 قلت راني مع النظام الرئاسي، فما 33 أنظمة راهو في العالم 33، نحن في تونس نحكيو على زوز اللي هو الرئاسي ولا برلماني، وبقينا نروحوا بين الزوز وطلعونا بالطلعة متاع 2014 شبه البرلماني اللي هو على المقاس التونسي. ولكن اليوم اسكو نحن ماشيين الرئاسي بالحق ولا ماشيين النظام رئاسوي أو باش نلغيو الجمهوريه ونمشيو للملكيه؟ دونك انا سالتك جاوبتني بتساؤلات، مشكله كبيره. أي. خاطر اليوم فما امبيغويتي كبيره من عند رئيس الجمهوريه والمستشارين نتاعو اللي يطلعوا ويعبروا في وسائل اعلام اجنبيه ويقولوا لنا فيه، ونحن نلتقطوا هكا في شويه جمل باش نكونوه مع بعضهم ولينا نلوجوا على شكون عنده حمله تفسيريه في نتاع رئيس الجمهوريه باش نفهموا من عنده شويه. ولكن اليوم راهو الرؤيه البلاد هذيا بلادنا الكل، حتى حد ما نجم ينافسنا فيها، نظلنا عليها وما زلنا باش ننظلوا عليها. ولكن اليوم حتى حد ما يحرمنا من حقنا ان نشاركوا في بناء مستقبلنا وحاضرنا. شكرا لك نسرين العميري، مجموعه من التساؤلات جستما هنا سالتك وانت رجعت لي اسئله ما اكبر. اليوم شكون ياكد لنا انه الرئيس المقبل؟ قلت القيس سعيد باش يكون نظيف كيفك، انت سيد الرئيس شكون يحاسبك؟ انت شكون باش يكتب معاك النصوص هذه الكل؟ هل اليوم احنا في نظام جمهوري والا لا؟ احنا التساؤلات هذه الكل قاعدين نحاول نجاوبوا عليها مع بعضنا في البلاتو مع ضيوفنا. شكرا لك نسرين العميري النائبه في البرلمان من المجمد. بعد شوية مواضيع مع المستمعين في مع الناس انتوما المواطنين الصحفيين.